سيداتي والسادة مساءكم سعيد، نرحب بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الوثائقي. الوثائقي سهرة هذا الأحد ينقلكم عبر الصورة والصوت وعبر صور القصف وصوت المدافع إلى ميدان الصمود وميدان القتال لتحرير الأراضي الصحراوية. 3 أيام بين الوحدات المتقدمة للناحية العسكرية 6 هو الوثائقي وعنوان الوثائقي الذي أعده التلفزيون الصحراوي 2021 من إعداد الصحفي ومدير التلفزيون الصحراوي السيد محمد سالم أحمد العبيد، الذي سوف نتصل به في وقت لاحق ليفيدنا بحيثيات التصوير والتنقل وتلك المناورات التي نقلها للمشاهدين وهو رفقة الوحدات المتقدمة للناحية العسكرية 6 لمدة 3 أيام. محمد سالم العبيد كان على مقربة من الجدار العازل على بعد 2 كيلومتر فقط، وقد ينقل لنا تلك الحيثيات. كذلك في البلاطو يحضر معي الضيف الكريم السيد محمد فاضل محمد إسماعيل، وهو المدير المركزي للمتحف الوطني للمقاومة ورئيس لجنة تدوين تاريخ الشعب الصحراوي. نرحب بك سيدي الفاضل، وهو محمد فاضل، أهلا وسهلا. أهلا بكم. قبل أن نخوض في النقاش، على كل سوف نبث عليكم الوثائقية المعنون 3 أيام بين الوحدات المتقدمة للناحية العسكرية 6 من إنتاج التلفزيون الصحراوي، ومعده هو الصحفي ومدير التلفزيون الصحراوي السيد محمد سالم أحمد العبيد، ثم نعود إلى النقاش. تفضلوا معنا. ليس من السهل الحديث عن جيش التحرير الشعب الصحراوي لم تكن بين ظهران المقاتلين. ليس من السهل الحديث عن أسود ضراغم لا يهابون الموت، يعشقون الكفاح، يحبون الوطن، إن لم تشاركهم أيامهم التي يقضونها فرحا وسرورا كلما تشرفوا بضرب معاقل العدو ودكها دكا. ليس سهلا على الإطلاق أن تحصي الأمجاد وتعيش الوفاء في أجل صوره، وتعرف معنى الإباء، معنى العزة والفخر، معنى البطولة، معنى الكفاح، إن لم تعيش أياما وأنت تنتقل بين وحدات جيش التحرير الشعب الصحراوي. وليس سهلا أن تجعلك صور هاوي أو بلاغا عسكريا مهما كانت قوته تعيش القوة والصلادة والإقدام والفن القتالي والسيطرة على المعركة، وترى كيف يتسابقون للشهادة، كيف يتسابقون للموت من أجل الوطن، من أجل نصرة الشعب الصحراوي. اختفت صور الجنود المغاربة التي كنا نراها وهم يراقبوننا ونحن نمر قرب جدار الظل والعار في طريقنا إلى المناطق المحررة. اختفى كل شيء، وأصبح بعد 13 نوفمبر الموت والهلع سيد الموقف. 3 أيام في الخطوط الأمامية، 3 أيام رفقة المقاتل الصحراوي، 3 أيام بين الوحدات المتقدمة للناحية العسكرية 6. في الحقيقة لا أحد منا يعرف المسالك التي سلكناها. السيارات العسكرية تناور مناورات وعرة وبدقة تحبس الأنفاس عبر نقاط خارج عن تغطيات رادارات العدو، صعود، هبوط، التواءات، إلى أن وصلت نقطة وجدنا بها وحدة متقدمة جدا من وحدات الناحية، كل في موقعه، رشاشات هناك، قاذفة صواريخ هنالك، دفاع جوي، وكل المسيطر على الآليات والأسلحة وأجهزة الاتصال شباب في مقتبل العمر. كل مجموعة منهم بها أحد الأباء الذين عرفنا من خلال حديثنا معهم أنهم المكون والموجه والمرشد والمربي، وهو عادة من الراعي الأول الذي شارك في الجزء الأول من الكفاح المسلح. كل
كل شيء يتم بسرعة. اجتماع خاطف مع قائد الناحية، نقاشات خاطفة، توجيهات سريعة لننفصل أنا والمصور، كل منا انضم لمجموعة وسيارة. فكان حظي أن أرافق قائد الناحية ومسؤول الاتصالات، ترافقون سيارة للدفاع الجوي والحماية. وبعد مراوغات عسيرة من قاعدة العدو وصلنا مسافة 2 كيلومتر أو أقل تقريبا، وعلى نفس المستوى مع القاعدة. والقاعدة هي إحدى كبريات القواعد، وتبعد بالضبط عن مدينة المحبس المحتلة حسب إحداثيات جي بي إس على خط المستقيم ب 37 كيلومتر، بينما توزعت مجموعة الرشاشات والدفاع الجوي على مساحة كبيرة لتغطية الحماية. كل شيء مضبوط على الساعة الصفر، هي التي تتحدث، لا كلام لا حركة، كل في موقعه وكل شيء متوقف على ذاك الوقت المضبوط بإحكام ليبدأ القصف. وصلنا قبل الوقت بقليل، وكانت لنا فرصة لتدقيق الكاميرات وتصوير القاعدة قبل القصف ومتابعة حركة بعض الجنود المغاربة بها. لكن حدثت المفاجأة، بدأ العدو القصف قبلنا وكأنهم كشفوا إحدى سيارتنا، أو ربما كشفوا سيارات أخرى تتحرك بعيدا، أو قد يكونون يقومون بما يعرف بالقصف التأميني أو الوقائي، حيث تقصف قذائف عشوائية في اتجاهات مختلفة، ودوره عادة معنوي بالأساس للجندي المغربي. لم تتأثر الخطة التي رسمها القادة الميدانيين في شيء، فقط تغير التوقيت وبدأ قصف القاعدة بشكل مكثف. هدف ثابت، مقاتل شجاع غير مرعوب، يسدد بإحكام ويمطر القاعدة قذائف مختلفة من مرابط مختلفة. كان مجموع قذائف مقاتلين لا يتعدى 7 في المجموع، بينما وصل عدد قذائف العدو العشوائية قرابة 21 قذيفة بدون هدف. أعطيت إشارة الانسحاب، نزلنا بهدوء من الخندق وركبنا سيارتنا المكشوفة إلى جانب قائد الناحية ومعنا مسؤول الإشارة، وعدنا بالضبط على نفس مسارين الأول بحذر شديد من نقاط كشف العدو. مررنا بمجموعة الدفاع الجوي التي كانت لتغطية القصف والانسحاب، ثم بمرابط الهاون ومربط مدفع الجراد، كانوا قد انسحبوا قبلنا. دخلنا في رتل متراس ومتباعد لتنضم إلينا فيما بعد مجموعة الرشاشات. بعد وقت ليس بالقصير وصلنا الموقع الذي انطلقنا جميعا منه، أين وجدنا الجميع في انتظارنا ليقرر القائد أين علينا أن نستريح ونتناول شاينا وغداءنا. انطلقت كل مجموعة لوحدها وسلكت مسلكها، ولدى وصولنا كانت الشمس فوق رؤوسنا بالضبط، أي منتصف النهار ودرجة الحرارة جد مرتفعة. تم تموه السيارات، أخذ فريق الدفاع الجوي مكانه وبدأنا في تبادل أطراف الحديث والشاي. رافق ذلك اجتماع سريع للقادة من أجل تقييم نتائج القصف وتحديد زمان ومكان القصف المقبل. وأصلا سلاحنا الوحيد هو قلت ثباتنا في بلد، هذا سلاح من أسلحتنا القديمة. دائما المثبت لا ذيك 24 ساعة 48 ساعة لكثرت فوق ذاك ما هو ياسر، لا بد أن نعدل ومولي تنقل الموقع ثاني جديد وموقع باسم. مع وصولنا وبعد استراحة قصيرة تفطنت لشاب وهو أصغر الشباب بالمجموعة، كان يعد العدة لعمل الغد ويأخذ تعليمات وتوجيهات من رجلين من الآباء الأجلاء، التحق بصفوف الجيش ضمن الهبة الشعبية التي عقبت الاعتداء المغربي على المواطنين السلميين المحتجين أمام الثغرة غير الشرعية بالقرقرات واستئناف الكفاح المسلح، وذلك بعد تكوين قصير بمدرسة الشهيد ولي اختص خلاله على رشاش 23 متر دفاع جوي. كان حقيقة مثالا، وتابعنا كيف يسيطر على كل شيء ويعمل في كل شيء، صيانة السلاح، صيانة السيارة، إعداد الذخيرة، وأعجبني كيف يدير قاعدة الرشاش وكيف أن الآباء معجبين به إلى أقصى حد. انبهرنا جميعا بتحكمه، واقتربت من المرشدين ليوضحوا لنا الأمر. قليل الحديث،
دائما منهمك في عمله، حتى أوقات الراحة يقضيها في الفك والتركيب أو صيانة سلاحه أو سيارته. قررنا أن نعود له ونتابع عمله اليوم لاحقا. كان كل شيء يسير بشكل جيد، لم يقصف العدو كالمرة الماضية ولا شيء تحرك، والشاب الطيب المكلف بالدفاع الجوي في مكانه جاهز وثابت حتى دقت ساعة الصفر ليعطى الأمر عبر اللاسلكي ببدء عملية القصف. اليوم كان أفضل بكثير وكانت فرصة من ذهب. أول مقذوف كان من الهاون وسقط على نقطة مراقبة جنوب غرب القاعدة، أما باقي القذائف سواء من الهاون أو القراد فسقطت كلها على القاعدة. مساء عدنا إلى مكان الإقامة وبدأنا تسجيل انطباعات وتنظيم لقاءات مع المجموعات التي رافقتنا خلال اليومين. نبلغ تحياتنا لجماهيرنا في المدن المحتلة وعلى راسهم الأسرتنا كاملين، كل حد باسمه يسوى الأسرة المدنيين والله السجون المغربي، سواء من الطلاب وسواء من القديميزيك، ونبلغ باسمهم كاملين، نبلغ تحياتنا وباسمهم نبلغها للسلطانة خيي والخت ولمهم على راسهم، ذيك لم أم الصحراء كاملة حقيقة، وذي اللي عدلت قاع ما يقدر حد يعدل. بدورك مولي شكر كافة سجناء الأسرى المدنيين في السجون المغربية، السجون المغربية، ونشكرك السلطانة خي على مجهودها المعدلة وقطع عنا، ما احنا ما درنا عهد وحتى عنا على ذاك العهد سايرين ان شاء الله ونهون الى اللي نمشي بنا ربنا. ولا عندك الرجال الفمي قطع عنا، رانا في الميدان مولي ورانا حيوها من الميدان مولي مباشره على مجهود القاعده، قطع عنا صواريخ كامله رانا سهل فداء وامثال الوطنيين المخلصين وتحرير الوطن. من هون ومن ذا المنبر ومن ذا الخط، خط الشهداء وخط الامام التماس مع المغاربه، راني رافع القبعة لاهالينا اللي في المناطق المحتله وعلى راسهم اللي ابوها من تخي سلطانه ومعها الواعره وذيك المجموعات كاملة وذيك المناضلين المقاتلين اللي في الخطوط الأمامية، احنا نعتبروا في الخط الثاني عقبهم لأنهم هم في تماس مباشر يوميا وليليا والمضايقات والتعذيب إذن عودوا مطمئنين على نران هون معاكم في السراء والدراء. نوجه رسالة تحية لأخواتنا المناضلات في المناطق المحتلة ونشد على أيديهم ونقول على نران الله معهم اللي يواصلوا معنا شوي والاستغلال غريب إن شاء الله، ورانا هون في الميدان الحمد لله من يوم 13 نوفمبر زلنا مواصلين الحمد لله إلى حد الساعة. عدنا إلى موقع انطلاقنا هذا الصباح، لا زال الوقت مساء، وفضلنا إكمال تصوير العمل اليومي لذاك الشاب البطل المنهمك كلية في عمله. وجدناه يعد الشاي لوحده وفي نفس الوقت يفكك ويصين سلاحه الفردي من نوع كلاشينكوف. لم نقل له شيئا، طلبناه فقط أن يسمح لنا بمرافقته. بعد الشاي بدأ في الإعداد لليوم الموالي، نزع الغطاء فوق الرشاش، وكان هناك شاب آخر جاء لمساعدته يظهر أنه صديق مقرب منه مع أن أخاه كان أيضا ضمن نفس المجموعة، بدأ في عمله وكأننا غير موجودين. نزل بعد ذلك وتوجه إلى الجزء الأمامي من السيارة، فتحه ورجع كل ما يلزم مراجعته لترك الأمور جاهزة. إحدى اللقاءات كانت مع قائد الناحية. كثرة الشباب، اندفاعة الشباب، شجاعة الشباب، والدور المتميز للشباب في الناحية، حتى قائد المركز الخلفي الناحية كان شابا في مقتبل العمر، وقائد كتيبة كان أيضا شابا يحظى باحترام الشباب والكبار على حد سواء. هذا الشباب كان عنده الحظ، ما هو كيف نحن اللي جينا من رواسب انطلقنا من الاستعمار، ما عندنا مستويات ثقافية ولا عندنا شيء، وانطلقنا لا قناعات وطنية. هذا رابي في الثورة، مترعرع في الثورة، قاري في الثورة، وبالنسبة له مثقف وقانع بقضيته الوطنية، وتلقائيا بالنسبة له
اللاجئ جاي متكيف مع التجربة وجاء قابل التجربة كاملة والخبرة كاملة، وأنا بالنسبة لي نحييهم ونقول عنه إلى عاد خير خلف الخير سلف هذا الشباب الموجود اليوم شباب الصحراء، ونقول للصحراويين عنهم يطمنوا في الشتات في الجاليات في الأراضي المحتلة في المخيمات العزة والكرامة في الريف عنهم عندهم رجالة. شكروا أباتنا اللي علمونا، إحنا جينا تقريبا 2014 والله ما نعرف السلاح، والله ما نعرف وش قاعس وهو شنو، ولا نعرف التراب ولا نعرف وش، كنا لا في المخيم لا نعرف وش، وعلمونا عندنا نمشو نرمو حدنا ونجو نمشو في التراب ما نذهب ونقيسوهم ونرمو عليهم ونجو متقلبين وحدنا. نشكرهم بعد، هي الأولى هاو أباتنا هذا قال أباتنا هم اللي علمونا كل شيء. وقبل أن ننهي لا بد من الإشارة إلى أننا مع إنهاء كل مقابلة أو الحديث مع أي مجموعة يطلبون منا بإلحاح أن نسجل وقفة تضامنية لهم مع أهالينا بالأرض المحتلة وتبليغ رسائلهم إلى سلطان خيا والمعتقلين السياسيين. نحن نعلن هنا من هذا الموقع الذي هو تضامننا مع المناطق المحتلة ومع كافة سجناء السياسيين أهل الأكاديميزيك وأهل المدارس والمناطق بصفة رسمية، وعلى رأسهم سلطانة حية ووالدتها وأختها وأهل بجدور كاملة وذاك اللي حدا بجدور وجميع الناس صحراويين نحن متضامنين معها يسوى في كل هذا. ونقول لهم على أن الوحدة الوطنية راه هي مخنا وهي روسنا وهي كرعينا وهي فينا. إذا كل صحراوي في بلده يعود محافظة للوحدة الوطنية ويعمل من موقعه لمصلحته. لقد كانت أياما ممتعة بين ظهران المقاتلين، وتمنينا لو أسعفنا الوقت أكثر لننقل لكم مسار الكفاح المسلح وأيام فخرنا جميعا وعزتنا المقاتل الصحراوي، لكننا نعدكم بالمزيد. إذن هي الأسود الضراغم التي لا تهاب الموت تعشق والكفاح وتحب الوطن. أهلا بكم من جديد، خاصة بالذين يلتحقون بنا اللحظة. إذن تابعنا وتابعتم الوثائقي هذا العدد 3 أيام بين الوحدات المتقدمة للناحية العسكرية السادسة، هو العنوان الأكبر وعنوان الصمود والكفاح للشعب الصحراوي المتواصل، من إنتاج التلفزيون الصحراوي للسنة الجارية 2021 من إعداد الصحفي ومدير التلفزيون الصحراوي محمد سالم أحمد العبيد، الذي سوف نتصل به بعد حين عبر الهاتف. ولكن قبل ذلك نمر إلى ضيفنا الكريم السيد محمد فاضل محمد إسماعيل، المدير المركزي للمتحف الوطني للمقاومة، رئيس لجنة تدوين تاريخ الشعب الصحراوي. هذه المادة، يعني هذا الزخم من المادة التي قمتم بتجميعها، والآن كيف تتم عملية تدوينها، وعمل ليس بالهين، أليس كذلك؟ نعم. السلام عليكم. أهلا. شكرا للتلفزيون الوطنية الجزائرية لهذا الاستقبال وعلى هذا الاهتمام وعلى هذا المجهود الكبير الهام جدا لله وقدر بهم. لا شكر على وجه. احنا ناشئين في منذ سنتين تقريبا
عمليا منذ سنة بدينا العمل في التدوين. التدوين احنا الآن في مرحلته الأولية، مرحلته الأولى هي مرحلة التجميع. نعم. مجمعين عدد كبير من الوثائق، ومعدلين قدر من البحوث وقدر من المقابلات، عدد كبير من المقابلات، وخصوصا مع المقاتلين الجرحى، وموزعين طاقمنا على عدد من البحوث، بحث في تاريخ يعني تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وأسس نشأتها وتاريخها إلى الآن، وبحث في مآثر جيش التحرير الشعبي الصحراوي. نعم. وبحث في دور المرأة التاريخي في الكفاح، في الكفاح. نعم. وفي النضال وفي المجتمع عامة. نعم. وبحوث ثانية في بحث ثاني في ضحايا الاجتياحات من الإسباني للمغربي على طول هذه الفترة، بالخصوص منذ دخول الاستعمار الإسباني والفرنسي. نعم. إلى الآن. أستسمحك سيد محمد فاضل محمد إسماعيل ونعود إليك لمواصلة النقاش، مواصلة الحديث حول عملية التجميع التي ليست بالسهلة، وعملية التدوين التي تتطلب يعني مقاييس وتكون على مراحل. سيد مدير التلفزيون الصحراوي سيد محمد سالم أحمد العبيد، أهلا وسهلا. أهلا أستاذ معلم، كيف حالك أستاذ؟ ما لبس عليك، إن شاء الله بخير. الحمد لله. لقد يعني غصت بنا إلى غياهيب الصحراء، وقد أنت نقلت كيف كان الأسود الضراغم الذين لا يهابون الموت كما وصفتهم في العناوين الفرعية كيف يخوضون الحروب. لقد وصلت إلى كيلومترين تفصلك كيلومتران فقط على الجدار العازل، كيف كانت الأجواء التي نقلتها لنا؟ ولو كنا يعني شاهدناها عبر الشاشة ولكن ليس كالذي كان في عين المكان، كيف تصف لنا تلك الأجواء بالضبط؟ شعرت بالفخر، شعرت بالعزة، شعرت يعني بثقة المقاتل الصحراوي في نفسه، معنوياته العالية جدا. أنا كنت حتى أقل من كيلومترين، تقريبا كيلومتر 600 كيلومتر كذا، يعني كانت تجربة رائعة جدا. نحن يعني كنا منذ البداية نتمنى أن تحصل لنا الفرصة بأن نرافق المقاتل الصحراوي، رافقنا يعني وقفنا على المعنويات، يعني من يتسابق للشهادة حقيقة. نحن لم نضيف أي شيء، نحن فقط وصفنا في الوثائقي الواقع كما هو. يتسابقون للشهادة، معنويات مرتفعة، إرادة عالية جدا، قدوة في التعامل. تابعنا يعني وبفخر يعني التواجد الكبير للشباب، تابعنا تواصل الأجيال، تابعنا يعني من خلال يعني تعلمنا الكثير جدا. رأينا كيف يعني الشباب، شباب ثقة، شباب الشعب الصحراوي، يعني افتخر بهذا الشباب الذي فعلا أخذ المشعل. تابعناه كيف يعني يرتب أموره، كيف يعتمد على نفسه في السير ليلا، في المناورات، في الهروب عن يعني مواقع يعني تغطية يعني الرادارات. سيد محمد سالم أحمد العبيد، على ذكر المناورات والهروب من الرادارات، كنت ذكرت في هذا الوثائقي كيف سلكتم معابر اكتشفتها أنت لأول مرة حتى تهربوا من هذه الرادارات، ثم ضف لنا ذلك الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاما، كيف كان دائما جاهزا للتدخل وللعمل معكم؟ أثار انتباهي ذاك الشاب، أثار انتباهي ذاك الشاب لأنه شاب أولا صغير، كنت يعني قلت لا ربما يكون يعني هو أصغر، وفعلا تأكدت أنه أصغر شاب موجود. التحق فقط منذ 13 نوفمبر في إطار الهبة الشعبية بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار في منطقة القرقالة غير الشرعية بعد اعتداءها على مواطنينا. نعم. هذا الشاب شاب يعني قدوة، شاب يعني مثال، شاب مريح،
كما بالضبط كما وصفته في الوثائقي. إنسان نعم. يعني هو الذي يقود سيارة، هو الذي يصين سيارة، هو الذي يعد سلاحه الفردي وسلاحه الرصاص لجماعه الدفاع الجوي. يعني كان فعلا مثالا، واتمنى من الشباب الصحراوي يعني ان يحذو هذا الشاب الذي، وحتى تابع التعامل مع الكبار، مع الذين شاركوا في الجزء يعني في المرحله الاولى من الكفاح المسلح، المرحله السابقه من الكفاح المسلح طاسنا، يعني كيف كان يقترب منهم اكثر، يعتني بهم من اجل ان يستفيد منهم، وهذا مهم جدا. اما فيما يتعلق بالمسالك، في المسالك هذه يعني مناورات حرب واضحه. وهناك ايضا رسائل اخرى تضمنها الوثائق الذي قمت باعداده، رسائل الطمانه ورفع المعنويات والتضامن مع سلطان خي التي تتعرض للحصار وللتضييق ايضا. كانت هي كانت قدوه المقاتل، رغم ان المقاتل هو القدوه الاساسيه لانه في الواجهه الاماميه، لكن كانت قدوه المقاتل وحديث المقاتل عن شيء، سلطان خي كمثال والمعتقلين السياسيين. إذا هذا موضوع ساعة عندهم، أو كيف يتباهون بمشاركة في القدس، بمشاركة في القصر، ومن لم يشارك ذلك اليوم في القصر، كيف ماذا فعل إلى غير ذلك. إذا التباهي بين الشباب وهذا موضوع عادي، لكن موضوع سلطانة يعتبرونها مقاتلة من قيادات الفيالق الصحراوية بالفعل. داخل الجيش الصحراوي، لأنها حررت منزلا وسط مدينة محتلة تقريبا في نفس الوقت الذي يعني استأنف فيه الكفاح المسلح في الصحراء الغربية. سيد محمد العبيد، أنت عنونت هذا الوثائقي ثلاثة أيام بين الوحدات المتقدمة للناحية العسكرية السادسة، هل ثلاثة أيام كانت كافية، علما وأنك ذكرت في نهاية هذا الوثائقي أن هذه المهلة تمنيتها لو تطول؟ يعني يا أخي إنها يعني إنها حياة أخرى، يعني حياة أخرى، حياة يعني ترى رغم أن الحرب، رغم أن قذائف العدو، العدو يقوم بقصف عشوائي، قصف عشوائي أو ما يسمونه بالقصف الوقائي، يعني كل ما تحرك أي شيء أو لما تحرك يقومون به يعني قذائف، يعني يضربون من كلاش، يعني من أصغر سلاح إلى أقصى سلاح في يعني في الخلاء العراء. هذا الموضوع مع هذه المعنويات، مع هذه الروح الساقية بين المقاتل، مع هذا التلاحم بين المقاتل، مع هذا التواصل الزياد، هذه يا أخي صورة يعني صورة رائعة جدا تتمنى أن تقضي الوقت. لم يكفينا الوقت، لم يكفينا الوقت، رغم أننا ذهبنا بدون يعني تصور، لم نكن نعرف إلى أين نحن ذاهبون ولا ماذا سنفعل. يعني هناك كل شيء كان يعني ميدانيا، يعني على مهمة استكشافية محضا، يعني يعني كان موضوع بسيط في الميدان، لكن هذا كذاك الجو يعني تتمنى ان تقضي منه وتقضي فيه اكثر، اتمنى ان اشارك حتى في القصف، يعني لو يسمحوا لي ان اشارك في القصف، لان قلت لك هذه الروح روحي تبعث فيك روح جديده، تعطيك روح معنوية وتطمئنك على مستقبل الشعب الصحراوي، وتطمئنك على صدق يعني ووفاء الشعب الصحراوي، وتطمئنك على ان الصحراء الغربيه ستستقل على الرغم انف العدو ومعاونين العدو وعملائهم وأعوانهم. شكرا سيد محمد سالم أحمد العبيد على هذه الشروحات وعلى هذا الجو الذي صغته لنا في هذه الرسائل وفي هذه الأسطر من فمك ومن حضورك الميداني على أرض الميدان. أرجو أن تكون حاضرا معنا في الأعداد القادمة بإذن الله. نعود إلى ضيفنا السيد محمد فاضل محمد إسماعيل، وللتذكير هذه الرسائل المطمئنة وهذه الرسائل المحفزة على مواصلة الاستعمار لابد لها من توثيق وتدوين في مادة تجمعونها وفق مراحل، كنت ذكرت قبل أن يتدخل محمد سالم العبيد كيف هي تلك المراحل التي لابد منها من أجل تجميع تلك المادة ومن أجل تدوينها كذلك. على كل حال، هو تاريخ الشعب الصحراوي تاريخ كفاح كامل، نعم، منذ بداية الأطماع الاستعمارية، وهو مكافح بكل مراحل حياته، ومادة التاريخ عنده مادة ثمينة جدا وكثيفة جدا، وإحنا ما للأسف إلا اللي ماله ياسر، وإحنا مجهودنا في هذا الاتجاه ما هو واصل للمستوى اللي إحنا يرضينا. لكن بدأتم في هذه في هذا المسار، يعني من الآن موجودة محاولات قبلنا، نعم، ولكن ما هي مجمعة،
والان احنا بصدد ان شاء الله نعدلوا اكبر تجميع في تاريخ الشعب الصحراوي للماده التاريخيه، ومن بعد نبداو في مرحله التدوين وكتابه التاريخ ان شاء الله. نعم. اذكر المشاهدين فقط كما سبق وان ذكرت لي في الكواليس انك قبل ان تكون يعني مدير المركزي للمتحف الوطني الصحراوي للمقاومه ورئيس لجنه تدوين تاريخ الشعب الصحراوي، كنت انسان محارب ومحافظ سياسي يعشق الميدان، وكان بعين المكان ينقل الوقائع، ورأيت أشخاصا آخرين بآلات تسجيل مصغرة وبكاميرات كيف كانوا يصورون وكيف كانوا ينقلون الأحداث والمعارك، كيف كان ذلك؟ أعطينا شوقنا في هذا الحديث يعني. نعم، هناك الصحراويين من البداية، منذ البداية ومن بداية حرب التحرير بالخصوص منذ 75 تشكل جهاز كما الأجهزة العسكرية الأخرى. نعم. جهاز المحافظة السياسية، وكانت عنده مجهود كبير في هذا المجال في التصوير وجمع المادة التاريخية في الميدان. نعم. ومرافقته كانوا إخوان مقاتلين حاملين الكاميرا في الميدان قبال، واستشهدوا وانجرحوا في الميدان، بعضهم استشهد مثل العابدين القائد صالح، ومنهم اللي مازال حي الان، وواحدين واخرين. وعلى كل حال عندهم عدلوا مجهود ثمين جدا. نعم. رغم انه ما وصل المستوى اللي دون ذيك التجربه كامله، تجربه كامله، واللي على كل حال لو انها ما مرت لم تضيع، الا انها في حاجه كبيره للمحاوله تجميعها من جديد وتجميع يعني كنت ذكرت لي انه احد المصورين كان ينقل احداث معركه من المعارك. قلت لي يعني الصور لم تكن بالمستوى الذي كنتم تترقبونه. نعم يعني. نعم، في احدى المعارك، معركه الدويك الاخضر، واللي كانت كنا هاجمنا القوات المغربية المتخندقة في جحورها، كانت هاجمت، وكانوا معنا مجموعة من المحافظين. نعم. ووسائلنا بسيطة وما هي مواصل المستوى الكبير اللي لازم تعود به، ولكن كان عندنا بعض الوسائل، والمحافظين أنفسهم كانوا متنافسين للحضور في المعركة ولإشراف وقيادة المعركة. نعم. بدلا من التصوير. وعقب واحد من الجماعة خذ المصورة والمسجلة وآلة التسجيل. نعم. ولكن العمل اللي عدل ما كان في المستوى اللي احنا ندوره، ولكن عدل مجهود. نعم. سيد محمد فاضل، كنت قلت لي انه يفضلون حمل السلاح والرشاش من مختلف العيارات على حمل آلة التصوير، تلك الحماسة أسود الضراغم في المواجهة المباشرة بالسلاح. ولكن اليوم مع إنشائكم لهذه اللجنة، لجنة التدوين، تعلمون جيدا وتدركون جيدا ذلك المبتغى الذي هو على المدى البعيد لمثل هكذا لجنة، يعني تحتاجون إلى جهود وتنسيق جهود مع ربما أطراف أخرى فيما بينكم، في بين مختلف الدوائر الصحراوية ومع النظراء الذين سبق لهم وأنهم عندهم تجربة في هذا المجال، كيف هو عملكم في هذا الشأن؟ الآن الوضعية أحسن من السابق. نعم. المحافظة السياسية الآن عندها وسائل تقنية، وعندها شباب مقاتلين يشبهوها المقاتلين اللي في الميدان. نعم. وأكثر منهم جرعة، وأكثر منهم إلى عد ما هم قدهم هم أقل منهم جرعة وقدرة على التصوير، تصوير المقاتلين اللي عدلوا المعارك، اللي يصنعوا. نعم. المعارك. نعم. وما يصنعوها في جنبها الاثنين، جنبها انهم حاضرين فيها، وجنبها انهم مصورينها ويعطوها للاجيال الاخرى. نعم. وقطعا عنهم زياده، بالاضافه الى الاخوه في الاعلام، عندهم وسائل كبيره، وعندهم خبراء، وعندهم مقاتلين حتى هم مقاتلين. نعم.
اللي قادرين حتى هم اللي عدلوا تصوير وعدوا توثيق ممتاز. صحيح، لا شاهدنا مثل هذا الوثائقي الذي يكسر التعتيم الإعلامي ويسلط الضوء على المجهودات التي يقوم بها الجيش في كفاحه وفي نضاله وفي صموده، وذلك التواصل بين الأجيال. اليوم أنتم من الرعيل الأول، كنتم في الميدان، اليوم راكر على رأس لجنة تدوين تاريخ الشعب الصحراوي، مهمة هي ليست بالهينة، مهمة يعني لها رهان كبير في توصيل الرسالة إلى الأجيال القادمة. يعني جمع الوثائق تعتمدون فيه على أطراف أخرى صحراوية، ربما على أطراف خارجية، يعني حتى تقومون بالعمل على وجه التمام. يعني على كل حال احنا عملنا ما راضين على المستوى اللي وصل، لانه الاهداف كبيره وكبيره جدا، والمستوى اللي فتنا وصلنا منه ما نعتبره كبير، ولكن احنا مخمين ومخطين ان شاء الله اننا نوثقوا تاريخ الشعب الصحراوي منذ الازل عبر مراحل، وكان منذ نشاه الشعب الصحراوي. نعم. وفي الفتره هذه الاخيره اللي احنا فيها الان مركزين على تدوين وجمع وتوثيق هذا من ولدي حاصل منذ 1969 الى الان، لان حضور شهوده في المكان خالقين شهود ياسرين كثيرين. نعم. وقادرين على ان نجمعوا من عندهم عدد كبير من الماده قبل ما نفقدوا الشهود. هذا عمل يعني لا يستهان به، وعمل يعني مقدس. اليوم التلفزيون الصحراوي يقدم مثل هذه الاعمال، هذه الوثائق، وسبق لنا وان بثينا على برنامج الوثائقي مجموعه من الريبورتاجات التي تخص الدوله الصحراويه بمؤسساتها ومختلف المهام المنوطه بها. التوثيق ايضا هو عبر الوثائق، يعني ليس فقط عبر السمع البصري، أو هناك الصور، هناك الشهادات الحية. سوف تحتاجون إلى وقت كبير، وربما أيضا سأعود وأطرح سؤال ربما بشكل مغاير، تحتاجون إلى مساعدات خارج الأراضي الصحراوية، يعني من جيرانكم مثلا من الجزائر، من المنظمات الإنسانية المساندة للقضية الصحراوية وما إلى ذلك. نعم، لنا اتصالات، وخصوصا مع مكة الثوار الجزائر. نعم. قبل كل شيء، وعندنا معهم تعاون ومجهود لجلب الخبرة أساسا، والوثائق أيضا الوثائق، ومن ناحية ثانية موجودة كتب وموجودة وثائق أخرى في المحيط، في محيطنا كامل، وبالدول الاستعمارية اللي تغلقت في المنطقة كاملة، وخصوصا الإسبانيون الفرنسيين. نعم. عندهم مراجع وعندهم معلومات اللي احنا على كل حال بصدد البحث عنها، خصوصا لجنتنا فيها رئيس جامعة تفاريتي. نعم. وعلى كل حال عنده علاقة بجامعات أخرى، وعنده علاقة بمناطق أخرى، واللي معتمدين عليه للبحث عن المراجع اللي لا تعود تغني هذا الملف. هذا الأمر يحتاج إلى مفاوضات، أو ليس بالأمر السهل، يعني تحتاج إلى مفاوضات من أجل استرجاع الوثائق واسترجاع الأرشيف مثلا. مفاوضات الآن ما هي بيليدين، لأن احنا اتصالنا ما هو الدول، على كل حال الدول الاستعمارية الإسبانية ما زالت متكتمة على. نعم. على تاريخنا. على كل حال هذا مازال بتاريخه أخر. احنا. نعم. الآن نجمعوا اللي توصلنا له من كتب ومن شهادات ووثائق وجرائد الى اخره، هو اللي هو مرجعنا الان. اتمنى لكم التوفيق في هذا الشان. ضيفي الكريم محمد فاضل محمد اسماعيل، منذ تاريخ 89 من القرن الماضي الى يومنا 2021، مسيره اكيد انها حافله، كيف يمكن ان تصفها لنا في كلمتين، من العمل الميداني واليوم الى العمل عمل التوثيق والتدوين؟ على كل حال أهم شيء في هاي الفترة. نعم. هو أن في فترة هذه تقريبا 30 سنة
كانت الشعب الصحراوي يعد فيها إعداد جديد من جوانبه كاملين باش يرسم المعركة من جديد، وأهم شيء هو استكمال المعركة واستكمال السيادة والاستقلال، هذا هو أهم شيء. بالنسبة نحن على كل حال هذا الشيء عادي، احنا كلنا مناضلين ومقاتلين نقبض ناخذ دور في وقت معين لأن تطلب المصلحة، وناخذ الدور ثاني من تطلبها المصلحة مرة أخرى. نعم، وكل صحراوي وكل صحراوية يتحول إلى إعلامي وإعلامية، وبالتالي يكسر التعتيم الإعلامي وينقل الصورة الصحيحة والسليمة والحقيقية عن واقعه المعيش الواقع اليومي. سيدي المحترم ضيفي الكريم محمد فاضل محمد إسماعيل، المدير المركزي للمتحف الوطني للمقاومة الصحراوية ورئيس لجنة تدوين تاريخ الشعب الصحراوي، أشكرك جزيل الشكر. شكرا. على حضورك معنا في بلاتو الوثائقي. مرحبا. أيتها السيدات أيها السادة، وصلنا بكم إلى نهاية هذا العدد، أشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، إلى أن ألقاكم في العدد القادم بإذن الله، أقول لكم سلام.